الموبايل بيجي بشاشة كويسة ولا يدعم الشحن السريع؟ يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل اوبو 12 وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار، سواء سعر متوقع او سعر رسمي. اعمل لايك للفيديو واشترك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف اوبو 12، هنبتدي بالشاشة. الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD وبتيجي بحجم 6.22 بوصة بجودة HD Plus وبدقة 1520x720 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية للموبايل جاية على شكل نوتش، والشاشة عليها طابعة حماية جوريلا جلاس الجيل التالت. الشاشة كويسة جدا وهتقدم أداء حلو جدا، كنا بس نتمنى إنها تكون فول اتش دي بلس، ولكن عموما مش سلبية، الشاشة كويسة في الفئة دي وهتقدم أداء كويس جدا. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تيك هيليو بي 35 بدقة تصنيع 12 نانو. أولا المعالج ده مش أقوى حاجة في الفئة السعرية اللي بيجي فيها الموبايل، وفي بدائل تانية بتقدم لك معالجات أفضل وهنوضح الكلام ده في اخر الفيديو، ولكن عموما المعالج هيقدم اداء مقبول في التصفح والتنقل بين التطبيقات والبرامج ومشاهده اليوتيوب والالعاب الخفيفه، وركز على كلمه الالعاب الخفيفه. وطبعا الموبايل او المعالج مش موجه خالص انه يشغلك العاب تقيله، عشان كده بقول لك الالعاب الخفيفه، وزي ما قلت في بدائل تانيه اقوى هنوضحها في اخر الفيديو. الموبايل بيجي بنسخه واحده وهي 32 جيجا مساحه داخليه مع 3 جيجا رام، والموبايل هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لحد 256 جيجا في منفذ منفصل. الموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية، الاولى 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل او البورتريه في الصور. الكاميرا الخلفية للموبايل بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية، وبتصور اتش دي فقط بمعدل 30 فريم في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الامامية للموبايل بتيجي 5 ميجا بكسل. حجم البطارية اللي جاية في الموبايل 4230 ملي أمبير، أنا مش عارف ليه تحديدا الرقم ده، كنا نتمنى إن البطارية تكون 5000 ملي أمبير زي كل الهواتف الفئة دي، ولكن عموما برضو البطارية هتقدم لك أداء كويس وهتقعد معاك وقت كويس. للأسف السلبية الحقيقية هنا إنها مش بتدعم الشحن السريع، وده هيخليك تاخد وقت أطول في الشحن. الموبايل بيجي بأندرويد 9، الموبايل بيدعم منفذ السماعات، منفذ شحن الموبايل بيجي من نوع مايكرو يو اس بي، ظهر وفريم الموبايل الاتنين بيجوا من بلاستيك، وطبعا البلاستيك بتخش بسهوله عشان كده يفضل انك تركب له جراب اول ما تجيبه. الالوان اللي بيجي بها الموبايل هي الازرق والاسود. الموبايل بيدعم مستشعر البصمه وموجوده في ظهر الموبايل. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل اوبو 12، الشاشة هتقدم لك أداء جيد، الموبايل بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، البطارية هتقدم لك أداء كويس. عيوب موبايل اوبو 12، المعالج مش أقوى حاجة في الفئة دي، لا يدعم الشحن السريع، لا يدعم منفذ تايب سي. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الموبايل. تم إطلاق الموبايل في الهند بسعر 130 دولار، السعر الرسمي في مصر 2590 جنيه، السعر الرسمي في السعودية 544 ريال. واخيرا، هل الموبايل ده افضل حاجه في الفئه السعريه دي ولا في افضل منه؟ شاومي ريدمي 9 يعتبر منافس قوي جدا لموبايل اوبو 12. قبل ما ابتدي اعمل مقارنه بينهم، عايز اقول لك ان احنا هنا في قناه موبي سي عملنا مراجعه شامله لموبايل شاومي ريدمي 9، هتلاقوا من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من خلال الاقرب اللي ظهر لك فوق دلوقتي. لو هنتكلم على اداء، اوبو بيجي بمعالج ميديا تيك هيليو بي 35، وشاومي بيجي بمعالج ميديا تيك هيلو جي 80، وهنا معالج شاومي يتفوق. اوبو بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس، وشاومي بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس، وهنا شاشه شاومي تتفوق لانها فول اتش دي بلس. اوبو بيجي ببطاريه 4230 ملي امبير، وشاومي بيجي ببطاريه 5020 ملي امبير، وهنا شاومي تتفوق. اوبو لا يدعم منفذ تايب سي، ولكن شاومي يدعم منفذ تايب سي، وهنا شاومي تتفوق. اوبو لا يدعم الشحن السريع، ولكن شاومي يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وهنا شاومي تتفوق.
تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. ما العلم من السعر الجاهزين اسعار رسميه، وده لانهم نزلوا مصر. سعر اوبو الرسمي نسخه 32 جيجا مساحه داخليه مع 3 جيجا رام 2590 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخه 64 جيجا مساحه داخليه مع 4 جيجا رام 2500 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه، وفي اخر الفيديو لو في موبايل معين عايزين نعمله مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني رايك في موبايل اوبو 12. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.